ايه رأي حضرتك ان احنا نقول شوية مقترحات كده فعالة، بحيث ان احنا نقدمها هدية للناس واحنا فرحانين بالعيد مع بعض، نقدمها مقترحات. هذه المقترحات نحاول من خلالها ان احنا نسعى بشكل كبير جدا جدا للعيش المشترك الهاني، للعيش المشترك التنموي، للعيش المشترك اللي بيخلي مصر عندها مستقبل جديد شاب واعي قوي. فايه رأي حضرتك، ايه اول مقترح حضرتك شايفاه محتاجينه عشان نقضي على خطاب الكراهية؟ بس انا دايما ويعني الجزء ده انا مؤمنه بيه شخصيا، نفسي اقول لكل ام وكل بيت وكل اسره، اعتبري نفسك وزاره خارجيه او وزاره داخليه، طلعي من داخل بيتك سفير للمحبه والسلام. حلو قوي ده. يعني عارفه لو كل ام وكل اب بقى بيربوا اولادهم ان هو بيطلع للمجتمع سفير، مش مهم يبقى هو دكتور ولا مهندس ولا محاسب ولا بيشتغل في العمل الاهلي. ناس في كتير قوي بتفتكر اللي بيشتغلوا في العمل الاهلي دول كاتيجوري تاني، يعني فئه تانيه مختلفه. فبالتالي لو بتربي ابنك يطلع يواجه حياه عمليه، خليه مؤهل ويبقى سفير للمحبه والسلام. وبالتالي بحط على عاتق الاسره المصريه المسؤوليه لاننا نخرج سفراء للسلام في مجتمعنا. يعني حضرتك بتقول لهم بطلوا تدعموا الطبقية، بطلوا تدعموا مسألة التفريط. خلي ابنك يحب نفسه، يحب نفسه ويحب بلده ويحب الناس، هيطلع لوحده ناجح. لأنه الشخص اللي تربى على الحب هو هيقدر يشوف كل كراهية، هيقدر هيصنفها ومش هيستحملها، وبالتالي هو هيبقى جاهز يواجه المجتمع بنوع من المحبة والعطاء، وهيبقى بيهتم ببلده لأنه هو تربى على الحب. انت ربي يعني ربي واحد جوه بيئة، زي ما بنقول اللي بتربى في أسرة فيها منظمة ونظيفة بيطلع كاره أي شكل تاني من أشكال الهرجلة وعدم النظافة، طلع بعينه ما تعودتش غير على الصور الجميلة والنظافة نفس الفكرة. يبقى تعالوا نقول إن احنا جسد واحد، والجسد الواحد ده كله هيواجه خطاب الكراهية، هيواجه خطاب الكراهية اللي هو عامل زي النار اللي بتحرق أي شكل من أشكال التنمية. فإحنا حضرتك متفضلة مشكورا بالتنبيه والتأكيد على استعادة الأسرة لدورها في مسألة تنشئة التنشئة الرحيمة، التنشئة الودودة. ده جميل لما الأم تبقى عارفة كده، التنشئة على السلام، لما الأم تبقى عارفة أنا بطلع سفير المحبة. مش بطلع أي حد، أنا بطلع من بيتي سفيرة وسفير للمحبة والأخاء. ده رسالة في حد ذاتها أنا بقول إن هي دي بنسد بيها منابع طبعا، وبتكتمل بده. وفوق كل ده المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية، تعالي نأكد اللي لازم أنا بقى خطابها يبقى خطاب محبة بشكل واضح. لابد بشكل واضح عدم التهاون في مع أي خطاب يحاول بقدر الإمكان يروج لخطاب الكراهية. احنا لن طبعاً انا بقوله طبعاً خلاص انتهى، لن نهادن خطاب يروج للكراهية. ليه؟ طيب لان احنا اتكوينا مش اتكوينا دم بس، اتكوينا كمان خصم من الريادة المصرية، وخصم من حياتنا السعيدة، وخصم من حياتنا الهنية، وإهدار لموارد، أهدرنا موارد كتيرة وضياع لمواجهة إرهاب وعنف ونبذ، موارد بشرية، أكتر موارد بشرية راحت مننا وموارد مالية.